مصر والسعودية بأنها زيارة تاريخية غير مسبوقة، زيارة بتعمق الروابط التاريخية بين جناحي الأمة العربية مصر والسعودية بالتأكيد، زيارة بتزيل كافة الشائعات المغرضة، كل الإشاعات اللي حاولت تنال من العلاقات بين البلدين. والحقيقة أنا بشوفها زيارة تحت عنوان موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم وحقدكم، كل اللي كان بيحاول يروج ويراهن ويدشن هاشتاجز على سوء العلاقات بين القاهرة والرياض. أتصور أن زيارة 5 أيام كفيلة بالرد على كل المروجي الشائعات دي. الحقيقة لو احنا حبينا نحط إطار للعلاقات المصرية العربية بوجه عام، مش هنجد أبلغ من كلمة الملك عبد العزيز رحمة الله عليه الشهيرة اللي قال فيها: لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب. زيارة الملك سلمان الحالية لمصر لها أبعاد كتيرة، مش بس سياسية، أبعاد اقتصادية، أبعاد عسكرية، أبعاد تنموية، أبعاد بكل المقاييس لازم نوصفها بأنها زيارة استراتيجية بامتياز بالدرجة الأولى. ليه بنقول زيارة استراتيجية؟ لأن الحقيقة لو نظرنا للمنطقة العربية كلها مش هنجد دولتين عندهم مفهوم الدولة حاليا بالمعنى الحقيقي.